بسم الله الرحمن الرحيم. جواد الشامي المندوب العام للمنتقى الدولي للفلاحة بالمغرب. الحمد لله اليوم تم الافتتاح ديال الدورة 15 من بعد غياب ديال 4 سنوات وثلاث دورات، والنتيجة اللي مكنا اللي حصلنا لها في هذا اليوم الافتتاح هو بأن يعني كل الشركاء اليوم هذا محمسين وجاوا بحماس. دونك بالنسبه للاروقه تم توزيع 1376 رواق على الجل العشر الاقطاب، وما بين البرامج المهمة اللي كانت عندنا هذا العام هي مع التعاونية ديال المنتوج الفلاحي، حيث صادفنا أكثر من 550 تعاونية اللي غتواكب إن شاء الله هذا، وهذا واحد الرقم غير سابق في دورة هذا. ولاحظنا يعني ما هو اليوم، ما هي الجودة اليوم ديال المنتوج ديال هاد التعاونيات. ولاحظنا ايضا في بعض الاقطاب بحال القطب الدولي، بين اليوم 68 دوله اللي واكبت هاد المشروع، منهم المملكه المتحده اللي هو ضيف الشرف ديال هاد الدوره، ومع من عندنا واحد البرنامج من خلال هاد 6 ايام الجايه ان شاء الله ديال التوأمات وديال توقيع اتفاقيات. هاد القطب الدولي كيبين لنا بان اليوم الملتقى الدولي للمغرب ولا من اكبر الملتقيات على الصعيد الدولي، الفلاحيه على الصعيد الدولي، ومن خلال الكثره ديال الندوات وديال المحاضرات اللي هي مبرمجه من خلال هاد 6 ايام، يعني ان الملتقى من اكبر واهم منابر بالنسبه لتمويل الشؤون الفلاحيه. كاين جوج مناظرات اللي مبرمجه غدا ان شاء الله، اللي غتجمع 800 خبير واللي غتهم السياده الغذائيه، واخرى نهار الخميس اللي غتجمع اكثر من 30 وزير افريقي واللي غيتداولوا حول تقلبات المناخيه. دونك هذا الشيء كيبين لنا بان يعني الحمد لله المستقبل ديال هذا المشروع تحت الرعايه الساميه ديال صاحب الجلاله كيعطي للبلاد واحد الشرعيه باش نوليو نهضروا على الفلاحة المغربية، الفلاحة الإفريقية، وأيضا نتداولوا على الفلاحة والشؤون الغذائية على الصعيد العالمي. كنعطيكم ميعاد إن شاء الله من 5 أيام باش غيبقى العدد ديال الزوار، وحنا متفائلين إن شاء الله باش المكناس والملتقى يستضيف يعني اكثر يعني عدد ديال الزوار، وحنا الحمد لله جد سعداء بالكيفيه باش دازت هذا الافتتاح ديال هذا النهار. وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.